محضر لي مفاجاه بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والان أيوه. افتح عيني اقدم لك هريسه صنم. قصدك هريسه مول؟ وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عده بضائع متفرقه. بلا اقدم لك هريسه صنم، أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ هي عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة. أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها. أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت تمثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا لمبي وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده ايه؟ ده كبير فيه نقد وكده وروح مفتفته كده وروح رميه في اي بلاعه رد. وما هي البلاعه؟ هي عباره عن مجاري متدفقه من نهر النيل. اجل فهمت. مزراب من الحجاره مملوء بالطين اللبني. ايوه. يا لمبي. ايوه. اذا كانت تلك الالهه حقيقيه فنحن نعبدها، اما ان كانت غير حقيقيه فها نحن نبيعها. يا ويحكم، دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على افعالكم الدنيئة. يا ويحي لماذا لي أنا؟ يا ويحكم أنتو. يا لمبي يا ولدي، ألست أول من يعبدها؟ فأبي كان يعبدها، وجدي كان يعبدها، وجد جدي كان يعبدها. يا أما أنا مالي ومال الكلام ده يا عمو؟ أنت هتخليني أروح أضربهم. ويحك، إنني أحذرك من غضب الآلهة. يا عم غضب إيه؟ احذر. ألم أحذرك؟ يا عم تحذر ايه يا عم؟ ده انا بلعب معاك، ده زي عم الفيلم بتاع فخر الاسلام بتاع حمزه. انت ما تعرفش. انا مش هاجي غير على الكبير لهبه اللي فيهم ده. احذر يا عم. احذر يا لبي، احذر يا رب الناس، احذر. انني اتبرع منه. ومن آلهتنا. لا، بل إنه يسخر ويعذب آلهتنا. انظروا يا قوم، إنه يعذب آلهتنا. فلتنزل عليك لعنة هبل الأعظم. برافو، حلو قوي. هي فين الكاميرات دي؟ فين؟ وما هي الكاميرا؟ عبارة عن آلة بلاستيكية تصور هذه المهزلة الدنيئة
ايه يا جدعان؟ في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما عملوا كده يعني؟ لا! انه يسب آلهتنا وامهاتنا وابائنا! عليك لعنتين! لعنة اللات ولعنة العزة! في ايه يا عم مالك؟ مالكوا يا الكفار الملاذيع؟ انه يسبنا بالكفار! عليكم بهذا الليمبي! لا! عليكم بهريسة فهو من أتى به إلى هنا! اقتلوه! وأنا أضم صوتي إلى صمتك! أتحردهم على قتلي يا ليمبي! عارف عايز أعرف الكنز بقى فين ونخلص بقى! اقتله! تسلم إيدك! عمو! عمو! الشاهد طيب! الشاهد طيب! الشاهد أشهد لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله! الشاهد عشان الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله جدي. اما انت فلترحل غدا. لا فلترحل اليوم. لا فلترحل الان. ده انت حنفي حنفي مفيش كلمه خالص يعني حصل حصل. هيا بنا يا رجال. خليك انت كده كياده كده وقعد افرك بنفسك. مستكيف انت كده قوي بالكد بتاع الناس اللي هو انت وقعت فيه رجاله بعض. ماشي بقولك نسيتوا الكلب بتاعكم. الكلب يا كابتن. يلا مبسوط يا عمو. يا قوم يا قوم يا قوم هريسة ابن أبي المهروس ينفس أنفاسه الأخيرة فليذهب إلى الجحيم. لقد ظل يقترض منا الدراهم والدنانير حتى أفلسنا جميعا. ما هذا الحديث يا قوم؟ أتريدون أن نترك هريسة هذا يموت بسهولة دون أن نعلم مكان الكنز؟ إذن فلنذهب جميعا برابطة السيد هضبة وننقض عليه ونقدم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. ما هذا الهراء يا أبلة؟ ننقض عليه ونكتم أنفاسه. ما هذا؟ يقول لك أنه يموت يا بغل. سحقا لهذا الهراء. وماذا سنفعل إذن يا سيد هضبة؟ لقد أفزعتني. عندي الحل. وما هو؟ إني أثق أن هريسة هذا عندما يريد أن يبوح بالسر سيبوح به لابنه الليمبي. الليمبي؟ نعم. حديثك خبز يا سيدي. ونعم الرأي. إذن هو ذاك. مرحى مرحى. إذن سنراقبه ونحاوره ونداوره حتى نعلم منه مكان الكنز وعندئذ أخذه لنفسي. أقصد نقتسمه جميعا. إذن هو ذاك. الآن لم يبقى لنا إلا أن نعرف مكان الكنز. خدمتك كليبة هل ستنساها؟ لا بل سأتزوجك. وكلام رجال قريش عني. كلام قريش لا يقدم ولا يؤخر. ثم أنا كبيرهم ومن حقي أن أخطئ وأعربد وأفعل ما يحلو لي.